السلام عليكم مشاهدينا الكرام، برحب بكم من جديد في أول حلقات الشهر الكريم. تعود عليكم الأيام بالخير، وكل سنة وحضراتكم بكل خير وبكل صحة. نفتكر زمان رمضان كان بالنسبة لنا نحن بننور النور في البيت وبنعمل زينة وبنعمل ديكورات رمضان. أعتقد ده موجود دلوقتي، بس كان زمان كانت فرحته قوية قوي، والولاد ينزلوا يلعبوا بالفوانيس في الشارع قبل رمضان بيوم كده، والأغاني بتاعت رمضان تشتغل، والمسلسلات والفوازير وعم فؤاد وبوجي وطمطم وغيره. كمان كان في ستات كده تقعد ويتخانقوا مع بعض، لأ أول يوم رمضان هيكون عندي، وتيجي واحدة تقول لأ أول يوم رمضان عندي معروفة، والجد والجدة يقولوا لأ أول يوم رمضان عندي أنا، لأن أنا الكبير وأنا صاحب البيت، أحب ألم كل الناس وأجمعهم. طبعا زي ما بنهتم بعاداتنا وتقاليدنا والطقوس اللي كلنا اتربينا عليها، اتمنى يا رب تكون الفرحه في كل بيت حد فيكم، وتكونوا لسه محافظين على العادات والتقاليد مهما كانت الظروف ومهما كانت الاسعار ومهما كان الوضع الحالي اللي احنا فيه. نحمد ربنا ونقول الحمد لله وندخل الفرحه علينا، لان دي سنه الحياه، والرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بيوصينا ان احنا ندخل الفرحه في بيوتنا. برضو من ضمن الحاجات اللي بتفرحنا احنا كستات ان احنا نختار اشيك عباية واشيك كفتان نحضر بيه ليالي رمضان، سحور فطار، حتى لو ضيوفنا جايين عندنا البيت لازم يكون شكلك انيق وشيك زي سفرتك اللي بتكون انيقة. بنروح ندور على احسن براند عشان نشتري منها. دلوقتي موجود صناعات مصرية بكواليتي عالية جدا وبكفاءة وفينشنج رائع، واكيد واضح على اللي انا لابساه. عندي براند اكتر من رائعة، البنوتة جميلة جدا جدا جدا، ظريفة جدا، دمها خفيف، مش هتحسوا اصلا انها ديزاينر وبتصمم لك كفتان او بتصمم لك عباية، تحسي انها واحدة صاحبتك طبع المصريين، وهتحرص دايما ان هي تطلع لك المنتج اللي الكواليتي بتاعته عالية وخامة تحفة وشكل جميل مناسب ليكي. خليني ارحب بضيفتي الجميلة حبيبة اللي هتكلمني عن البراند الجميلة بتاعتها وتجربتها معاها فيها ايه. صباح الخير يا حبيبة. صباح النور. عاملة ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. انت طيب. بشكرك قوي على الكفتان الرائع اللي انت عاملاه ده، الوان تحفة، لمجرد ان انا قلت لك ان بحب اللون الجولد. صح، عجبتيني بقى والأبيض. طلعتي الايتم دي والابيض. الابيض دي ما تحرقيليش بقى الحلقات. لا انت كده كده هتحليهم. ميرسي يا حبيبه. إيه مجرد ان قلت لك انا بحب اللون وسبتك بقى. هو الديزاين انت محليه طبعا كل حاجه، بس هو الجولد دايما بيبقى ترندي قوي في رمضان، بس في درجات معينه كده في الجولد. لازم يعني في الجولد اللي بيبوظ شكل الانسان خالص. بالظبط. وفي الجولد اللي الانسان بيبوظ شكله برضه. بالظبط. كون ان انت بتختاري درجه اللون المناسبه على كل حد فيكي دي طبعا مجهود كبير قوي. لازم كل واحد كل يعرف. هي لازم نختار الجولد رمضان. طبعا كله بنشتغل جولد 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 عشان الاجواء وسيلفر والدرجات، بس الاكتر الجولد، الاكتر جولد والاسود. لما بنيجي نختار الجولد لازم نختار الدرجه اللي تليق على كل السكين تونز، تليق على الناس كلها، تبقى شيك وفي نفس الوقت رمضان. فالجولد اللي في النص ما بين ولا غامق قوي ولا فاتح قوي ده بيطلع شيك قوي على كل الناس يعني. انت اللي جميله قوي. طيب حبيبه خليني ابدا معاكي من البدايه خالص، من اول ما حبيبه اتخرجت، هل انت متخرجه من مثلا اكاديميه للديزاينز او متخرجه من جامعه فنون مثلا واخدتي اتجاه معين كده في التصميم؟ لا لا خالص. هو انا كنت في ماركتنج، يعني اخدت بزنس ادمنستريشن ماركتنج، بس ايه هو ده طبعا ساعدني شويه في ان انا اعرف اعمل براندنج للبراند بتاعتي. طبعا. وخلاني افكر بطريقه جديده ان احنا ما ينفعش نكرر الحاجات كلها، ما ينفعش كل سنه نفس الستايلز، ما ينفعش نفس السنه الالوان، لازم طبعا نبقى مع الترند بتاع الايام دي، نبقى كلنا ابديتد معاه ونعرف ان احنا لازم نبقى حاجه مختلفه وحاجه مصريه مختلفه. جميل. مش لازم نجيب حاجه براند واو زي بره في دول تانية. أوكي. بنختار حاجات مختلفه جدا. هي دايما بيبقى الذوق مع الماتيريالز. صح. فهو ممكن نختار اي الصناعه المصريه عامه، نختار اي حاجه ليها علاقه بالرمضان بالمتواجد عندنا. فبنختار في الاخر حاجه بتطلع فعلا كواليتي كويسه جدا. حاجات حلوه جدا، بس لازم احنا نبذل مجهود شويه. انت تبذلي مجهود انك تدوري على الماتيريال والكواليتي. صح. ما تستسهليش. ما استسهلش وما اروحش اقول دي القماش اللي موجود ده بس، لا لازم في حاجات مصريه تحفه. يعني هي الحاجات المصريه ما فيش فرق كبير خالص، انا مش شايفه فيه اي فرق. أيوة. هي الذوق وطريقه الاختيار وطبعا الحرفه اللي يقدر يصنعها بالطريقه دي. بس انت يا حبيبه ما عندكيش مشكله ان انت تستخدمي ماتيريال مصريه؟
عشان تطلعي؟ لا لا خالص. لا مفيش اي مشكله كديزاينر يعني عايز منتج احسن حاجه. لا هو كده كده الماتيريالز المصريه بتبقى فيها فعلا حاجات كواليتي بتاعتها عاليه، ده محدش بيشتكي منها. ايوه أي الفتره الاخيره كمان مؤخرا لقيت كذا ديزاين معمول من ماتيريال مصريه، بتفاجئ ان دي ماتيريال مصري. بقى في دلوقتي فوكس جامد قوي ان احنا نركز على الماتيريال من A to Z، يبقى البرودكت كله مصري. فبيطلع في الاخر برودكت حلو، وفي نفس الوقت البرايس بتاعته بتبقى رينج كويسه، ما نقدرش نطلع بره خالص الكاتيجوري بتاع الطبيعي جميل بتاعنا. جميل قوي حبيبه. طيب فكره الديزاين بتجيلك ازاي؟ بترسميه؟ لا مش برسمه بصراحه، انا باخد فكره من كل حاجه. هل رمضان احنا بنلبس نحب حاجه واسعه، حاجه ضيقه، حاجه لونها ايه، بنروح للديزاين اللي بقى تايد على الجسم ولا واسع من على الجسم، لازم اختار. بس انت عامله الاثنين يعني، انت عامله حاجه كده ممكن اقدر اقدر ان انا اوسع او اضيق، دي بقى البريفرنس بتاعت اللي بيلبسها. هل هو حابب يلبسها واسعه ولا ضيقه؟ دي كلها ليها اختيار كل شخص اللي هو عايزه. بس لازم وانا بختار ابقى بختار حاجه لايقه مع اجواء رمضان، ما ينفعش اطلع بره اجواء رمضان خالص. يعني زي ايه مثلا؟ في ناس بتستخدم الوان كل الالوان تقريبا يقدروا يعملوا بيها، عادي الالوان، لكن حركه الديزاين نفسها، حركه الـ 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 القماشه، حركه التصميم بالظبط ليها علاقه. أيوة. كله بالديزاين القريبيان. ايوه صح، لازم نبقى مركزين على القريبيان ستايل عشان نبقى لايقين مع اجواء رمضان. جميل جدا. مين بقى شجعك؟ لا بصراحه ما فيش حد احبطني خالص الحمد لله. توقعت انك هتقولي نفسي. لا لا لا، كل اللي حواليكي شجعوكي؟ شجعوني جدا. واكتر حد طبعا شجعني مامتي، بابايا، خطيبي، صحابي، اخواتي، بنات طبعا كانوا معايا، ده كان اكتر حاجه شجعوني فيها. كويس. لان هما كبنات طبعا ابديتد معايا كل حاجه، احنا هنعمل كذا، طب نعمل كذا، وكانوا بقى معايا في كل حاجه بصراحه. حبيبه فكره التصميم اما بتبدا معاكي ممكن تاخد وقت قد ايه عشان تطلعي منتج كويس قوي؟ لا طبعا هي بتاخد وقت طويل جدا، يعني بتجهزي لها من قبلها، مش مجرد ان انت بتطلعي فجاه كده. لا بس لما بيجي في دماغي حاجه ساعات بتطلع تحفه، لازم يجي في دماغي كده حاجه، بس ان انا اصممها هو ده اللي بياخد وقت. اوكي، ده اللي بياخد وقت اطول. يعني فكره تجيلك وتبداي تشتغلي عليها. بالظبط كده. يعني مثلا كولكشن زي حاجات رمضان تشتغلي عليها من قبلها. طبعا الصيف من قبلها، الشتاء من قبلها. طبعا انزل كولكشن الصيف لازم دلوقتي مثلا، ابدا دلوقتي عشان انا هنزل دلوقتي مثلا السامر كولكشن، هيبقى بعد رمضان بشويه على عيد الكبير مثلا. لازم يبقى ريدي من دلوقتي، ابدا افكر هعمل ايه، ديزاينز، ماتيريالز، انزل اشوف الموجود. دي حقيقه. انت قلتي لي حاجه، قلتي لي يا اميره انا اصلا حاجات رمضان يعني بتتفنش معايا دلوقتي، خلاص خلصت. خلاص احنا دلوقتي الستوك عندي اصلا. بالظبط، انا فعلا قربت اخلص الستوك خالص. بس هو الفكره احنا دلوقتي رمضان فاضل عليه قد ايه؟ فاضل عليه حوالي اقل من 10 ايام، فاحنا لازم نبقى خلاص ريدي هنلبس ايه في رمضان. وكررنا كل الديزاينز وطلبنا، الناس طلبت، فهنيجي في رمضان مفيش وقت ان احنا تجهزي للي جاي. بالظبط كده. طيب انت بتقدري ان انت تعملي مثلا حاجه الكواليتي بتاعتها عاليه جدا والسعر بتاعها معقول او في المتناول؟ طبعا، ما هو ده التارجت بتاعي، ان الحاجه تبقى البرايس ميديوم، مش هاي قوي ولا لو قوي، عشان احنا برضو نستخدم حاجه تطلع بكواليتي كويسه. هي الكواليتي 100% تحفه. 100%. بس هو الفكره ان لازم تطلع في الاخر كواليتي مظبوطه، يبقى ميديوم برايس، مش لازم نحط البرايس الاوفر قوي. قادره تحققي المعادله دي؟ الحمد لله. وتدخل لك مكسبك انت كديزاينر؟ انا لسه طبعا ستارت اب، فانا ما اقدرش ان انا احط البرايس الاوفر قوي. ما شاء الله، يعني انت ما شاء الله يعني تاتش وود، انت دلوقتي قلتي لي انك لسه بادئه. الحمد لله. بس انت في كذا مكان او كذا منفذ توزيع مثلا، مش هنقول اسماء براندات معينه، بياخدوا منك؟ كانوا طالبين مني كتير فعلا. وفي القاهره؟ في القاهره. وفي اسكندريه؟ انت اصلا من اسكندريه. انا من اسكندريه. فالموديلات بتاعتك ابتدت ان هي تنتشر في القاهره او تدخل في القاهره لكذا براند معينه بدون ذكر اسماء. بالظبط. فكون ان انت بادئه وعملتي الخطوه دي فده نجاح كبير جدا، ما شاء الله عليكي، بحييكي عليه. ميرسي، ربنا يخليك. طبعا ده بيعتمد على الديزاين، لازم الديزاين يبقى قوي، لازم حاجه تبقى اتراكتيف لاي حد ان هو يقدر يبص لها بطريقه اتراكتيف، بس ما تبقاش متكرره. طيب لو في حد عايز يعمل معاكي اوردر يقدر يتواصل معاكي ازاي؟ على البيج، على بيج انستغرام زهره معانا، وعلى الفيس؟ في فيسبوك؟ لا مفيش فيسبوك حاليا، انستغرام دلوقتي، انستغرام وكله متوفر، وطبعا الناس تخش تطلب والاوردر بيبقى جاهز في خلال 4 ايام بكتير جدا. ايوه انت هتقولي. لا انت بصي انت عملتيه في يومين، تاني يوم يومين جبتيه. شفتي؟ ولا عشاني؟ لا عشانك.
هو الاوردر جاهز والله، فعلا جاهزته لك فعلا في يومين. في يومين انت؟ اه يومين. تاني يوم بالظبط كان كله جاهز والله، مش بتاخر على اي حاجه خالص. انا بشكرك، مبسوطه قوي بوجودك معايا النهارده. انت جميله قوي، جميله شكلا، جميله كديزاينر في تصميماتك. مبسوطه بالمنتج بتاعك جدا، مبسوطه قد ايه انت محققه تارجت عالي جدا، فبتمنى لك كل التوفيق، ونموذج حلو جدا نبدا بيه رمضان. فكل سنه وانت طيبه. انت احلى، ميرسي قوي. ميرسي يا حبيبه، نورتيني. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، انتظروني. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الكرام، برحب بكم من جديد في فقرة جميلة جدا. طبعا اتعودتوا مني ان اي منتج مصري 100% بحب اعرضه عندي في البرنامج، خصوصا لو حاجات بنستخدمها لبشرتنا ولشعرنا وتكون منتجات طبيعية، ومبلجأش لأي حد بيعمل منتجات طبيعية غير لما يكون حد موثوق فيه ومصدر متخصص ويكون دكتور وفاهم كويس هو بيعمل ايه. النهارده البراند اللي معايا مختلفة تماما، بريمافيرا. بريمافيرا براند بتاعت زيوت لدكتور رشا طنطاوي. دكتور رشا طنطاوي مش عاملة مجرد حد بيحط زيوت على شعره وكريمات والحاجات اللي احنا كلنا متعودين عليها، لا، البراند دي مختلفة جدا، وهتعرفوا تفاصيل فيها كتيرة تكون جديدة عليكم انتوا نفسكم. المعلومات دي أول مرة هتسمعوها معانا ومع دكتورة رشا طنطاوي. خلوني أرحب بيها معايا النهاردة في برنامج سر الحكاية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. منوراني. أنا سعيدة والله بوجودي معاكم. أنا أسعد يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة. رمضان كريم. الله أكبر. إيه دكتورة رشا، حضرتك عاملة براند زيوت بريمافيرا، ممكن حضرتك كده تديني يعني نبذة مختصرة عن البراند؟ فكرة البراند جت من تجربتين شخصيتين ليا. كان أنا أخصائية تغذية علاجية وتجميل، فكانت البيشنت بتاعتي برشح لهم يعني تكملة للميزو هير سيشنز أو جلسات التساقط الشعر. أيوة. زيوت يستعملوها في البيت، زيوت طبيعية. زيوت طبيعية. فما كنتش عارفة أرشح لهم زيت معين، فبضطر أقول لهم يجيبوا كذا زيت ويخلطوهم. فقلت انا ليه ما اعملش انا بنفسي الفكره دي. أوكي. ابقى عارفه جوده الزيت وضمانته وانا اللي عاملاه. تاني حاجه كان عندي تساقط شعر جامد، فاستعملت فعلا زيوت، لكن حصل ان شعري حصل له جفاف وهيشان. صحيح. فاضطريت اجيب زيوت تانيه، فقلت لا انا محتاجه اعمل انا الزيت بتاعي. محتاجة تفهمي أصلا الفكرة جاية منين، جاية إزاي، واستعملتها في إيه. وغير كده بدأت بقى قلت أنا لازم أعمل المشروع ده عشان أفيد الكل. صحيح. لقيت إن كمان بيفتح ليا إن أنا أفيد مش بس المستهلك كشكل شخصي، إنما مثلا أصحاب المشروعات المواد التجميلية. مظبوط. المواد البرفانات، المساج. فأنا كنت محتاجة زيوت طبيعية أنا أبقى ضمناها وعارفة مكوناتها إيه. طيب دكتورة رشا، خليني كده قبل ما تطرق مع حضرتك لفكرة الزيوت وتعرفي مكونات كل حد إيه، بريمافيرا. الاسم البراند غريب عليا، معلش، عشان أنا شخصيا عايزة أعرف منين الاسم ومعناه. إحنا يعتبر فاميلي بيزنس، كان جوزي راح لرحلة عمل للبرتغال. وكان الدكتور هناك اللي استقبله برتغالي، وبعدين كان هو بيقول له دكتور مش عارف يقول دكتور ربيع، فقال له دكتور بريمافيرا. اوكي. طول الرحله كده، فما رجع وحكى لي الاسم يعني علق في ذهني. واسم كاتش جدا قوي، فمجرد ما جت فكره المشروع قلت خلاص هسميها بريمافيرا. يعني هي على هي اسم دكتور ربيع. ربيع بالظبط. فبريمافيرا ده جت صدفه يعني من سفريه للبرتغال. فعلا عجبني الاسم جدا، اسم جميل جدا، وحاسه برضو لو دورنا فيها نلاقيه معبر على الزيوت دي. فعلا جاي من أيوة. من الطبيعه برضو. من الطبيعه فعلا، سبحان الله. طيب هنرجع تاني لموضوع الزيوت. يعني مثلا احنا داخلين طبعا على فترات، هنقول المناسبات، الاعياد، فدايما حتى انا تلاقي صحابي يقولوا لي ايه، احنا هنعمل حمام زيت بقى وهلملك كل الزيوت، مش عارفه زيت سمسم وزيت جوجوبا وزيت جرجير وخلطه حلوه كده ونحطها على شعرنا ونركب السخانات ونقعد بقى يا دكتور. مأساة. مأساة مأساة بجد. فده صح؟ لا مش صح. احنا لازم نبقى عارفين يعني ايه الغرض من استعمال كل زيت وطبيعه كل زيت. ف
فاحنا خلينا نقسمها كده الاول ان احنا الزيوت عندنا يا يعني اما زيوت حامله ناقله او زيوت اساسيه اللي هي essential الحامله الناقله دي اللي هي العطريه ولا حاجه تانية؟ لا الاسينشال اويل هي اللي بيبقى منها جزء العطري. ايوه اللي هو ممكن بيجي عن طريق التقطير. التقطير اللي هي نقطه 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 ده بياخد وقت كبير قوي يا دكتور. وقت كبير وليه ماشين خاصه وكميه قليله كمان بتطلع. بناخد كميه كبيره من البذور عشان نطلع يعني كميه صغيره من الزيت. ايوه وبتبقى مركزة وريحتها قوية زي مثلا وتأثيرها كويس على الشعر. تأثيرها بس ما ينفعش أحطها لا على البشرة ولا على الشعر بشكل مباشر لأنها بتبقى مركزة جدا. أيوة لازم معاها الزيوت الناقلة الحاملة اللي هي زي زيت جوز الهند، زيت السمسم، زيت الجوجوبا. وسيط وسيط بالظبط زي ما بنعمل كده. دكتورة دكتورة يعني أنا حاسة إن إحنا بنعمل معادلة كيميائية. ما لازم نبقى عارفين دراسة كويسة جدا على كل زيت عشان نعرف نستعمله صح. يعني الموضوع مش بالسذاجة اللي احنا عايشينها دي ومش بالسهولة دي. لا لازم نبقى عارفين وحد يبقى يدينا فكرة بس انا بحط كده النسب دي صح ولا غلط وإلا هتدي مفعول عكسي او تضرني. من هنا بقى عرفت يعني خدت دراسة جامدة في الزيوت دي وعرفت النسب احط ده على قد ده. يعني ده الدراسه دي هي اللي وضحت لنا الفرق بين الزيت العطري والزيت الاساسي. بالظبط صحيح بالظبط. عشان كده الزيت اللي هو المقطر ده بيبقى اغلى. صح اغلى لان بحتاج كميات بذور كبيره كتيره جدا عدد عشان كبير فدي تكلفه طبعا طبعا. وبعد ما باخدها حتى هتلاقيها بتتباع 10 مللي بتبقى 30 حاجات مللي. بسيطه بس غاليه كميات بسيطه. فنقوم جايين رايحين بقى الكتير اللي هو سعره قليل. أيوة. ونقوم جايين حاطين على شعارنا بقى وحمامات الزيت اللي هي غلط برضو اللي احنا بنعمله ده. ومن هنا نقدر نعرف الزيت ده مغشوش ولا اصلي كمان. اوكي. فمن هنا اقدر من ريحته من كثافته ده يعني مش اي زيت يقول لي ان ده اسينشال اويل هصدق. لازم ليه شروط معينه وكثافه معينه وريحه فغير الزيوت الناقله اللي هي موجوده في السوق. ده بحر علمي كبير يا دكتور. جدا. طب خليني اقول لحضرتك برضو على حاجه. اتفضل. انا لحد دلوقتي لسه ما اتكلمتش مع حضرتك في ان في البوينت اللي حضرتك شغاله عليها في البراند بتاعتك ان الكل نوع شعر والكل شخص فينا ليه زيوت مخصصه يستخدمها، ما ينفعش ناخد نصايح من حد. بالظبط. ده هنتكلم فيه كمان شويه، بس خليني ارجع لحضرتك في بوينت كده ان احنا بنجيب الزيت وبنحطه على شعرنا المفروض ساعتين. في ناس بتنام بالزيت على شعرها، يعني هعمل حمام الزيت ده احطه على شعري وانام واصحى الصبح اخد شاور علشان استفيد بحمام الزيت، صح كده؟ انت قلتي نقطه مهمه جدا. لا طبعا ما ينفعش كده لان ده هينشف الشعر جدا. لان الزيت وبعدين لازم اعرف طبيعه شعري، الشعر الناعم غير الشعر اللي هو الكيرلي غير الشعر اللي بيتساقط. هل شعري هذا يتحمل قوة الزيت ده فترة طويلة زي مثلا طول الليل؟ أيوة أكيد لا. فأنا بغذي شعري من ساعة إلى ساعتين بالكتير وبس. أكتر من كده ممكن يضره مش يفيده وينشفه ويعمل له هيشان. وياما فعلا بنعمل حمام زيت والنتيجة بتطلع إيه؟ إن شعرنا بيبقى ناشف ما استفادش حاجة. في ناس بتقعد بالست ساعات عاملة حمام الزيت. لا ده مش صحيح، أقصاها ساعتين وبعدين نغسله كويس. طب لازم نعرف برضو الناس حمام الزيت ايه هو. أيوة. عشان في كتير ناس ما بتعرفش يعني تعمل حمام زيت صح. اوكي. انا لو هعمل مثلا زيت للتساقط. اوكي. فانا بعمل في اماكن الفراغات او اللي عندي بوزع عليها مثلا من 10 ل 15 بخه. اوكي. وانا جبت لكم معايا دي علشان نعرف نتحكم نحط الزيت في فروه الشعر. دي زي قطاره كده يا دكتور؟ قطاره بالظبط. وبتحط فيها مدرجه حتى. اوكي. بتحط فيها كميه الزيت اللي انت محتاجاها وبتوزع لك كميات متساويه من الزيت. هايل. في اماكن الفراغات. هايل. تمام؟ هايل. وبعدها يعني بتدلكيه تدليك بسيط اللي هو بايدينا كده ندلك فروه الراس. تدليك بسيط عشان الدوره الدمويه في فروه الراس تشتغل. اوكي. وبحط بقية الزيت في بقية الشعر اللي هي زيوت الترطيب مش نفس زيوت التساقط. وبألفه بطاقية بلاستيك وبسيبه من ساعة لساعتين وبغسله بالشامبو كويس. ما اغسلوش بمية بس ولا مية وصابون، بشامبو ياريت يكون خالي من الصلفيت والبنبين، ده أحسن حاجة لي. اوكي. يعني اللي هي الشامبوهات الطبيعية اللي هي صلفيت فري. ايوه صح كده؟ تمام.
اوكي. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الحلوين في فقرة جميلة جدا مميزة جدا لشاب طموح جميل عنده إصرار إنه يعمل حاجة كويسة وحاجة مميزة، وفعلا قدر إن هو يوصل لده. ومن إعجابي بشغله وبشطارته حبيت قوي إن يكون موجود معانا النهاردة في أول حلقة من حلقاتنا في رمضان. وخلوني أرحب معاكم بأستاذ أحمد مدير شركة تارجت وان اللي هيكلمنا عن لاين مهم جدا عامله وجديد عنده في الشركة. خلينا نسمع منه التفاصيل أكتر. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الفل، إزي حضرتك؟ عامل إيه؟ الحمد لله تمام. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب، ربنا يخليك. تعود عليك الأيام بالخير يا رب. يا رب دايما الله يخليك. يعني أنا بحييك والله على شطارتك، بحييك على جودة منتجاتك. كلمني من أول تارجت وان وبعد كده نتكلم على ديلي سقسط. احنا في البداية الحمد لله يعني كنا شغالين بقالنا 5 سنين في الشركة. جميل. كنا موزعين ووكلاء للمستوردين بمنتجات هيلسي وجلوتين فري وأورجانيك. تمام. فطبعا جات لغاية وقت الكورونا. أيوة. بدأت طبعا الاستيراد قفل والدنيا كلها قفلت. صح. فبعد كده يشاء القدر في نفس التوقيت الشيفات اللي انا اعرفهم في مجموعه المطاعم اللي هم شغالين فيها برضو المطاعم قفلت في ايام الكورونا. صحيح. فبدانا نعمل من خلال الفتره دي سنتر كيتشن، يعني الحمد لله محترم. من خلال بدانا ننتج البرودكت ده، يعني بدانا ب5 منتجات وبدانا نزود كل فتره 3 منتجات في 3 منتجات لغايه لما قدمنا المنتج ده. جميل. يعني المنتج ده كان بيتقدم في المطاعم جوه المطاعم اللي هم كانوا شغالين فيها. فبدانا نعرض المنتج الاورجانيك ده للناس. ما شاء الله عليك، يعني انت شفت مشكله وازمه بيمر بيها شيفات وربنا كرمك وفتحت لك باب رزق جديد وليهم كمان. وده هدفنا طبعا اللي احنا نفتح بيوت ناس واللي احنا نشتغل على الحته دي. يعني طبعا انت كبير مقاما بس انا حاسك صغير في السن برضو على الخطوات ما شاء الله الجميله الحمد دي. الحمد لله يعني الحمد لله. طيب امتى قررت ان انت تنزل بالمنتج ده السوق؟ خلي بالك انت بتتعامل في منتجات غذائيه طبعا. بتتعامل في اكل طبعا. امتى خدت الخطوه؟ انت اشتغلت في الكورونا طبعا، اتجرأت ونزلتها في نفس الوقت. هو طبعا هو واثق من الشغل بتاعك. هو طبعا الحمد لله بعد الاستيراد لما قفل المنتج المحلي بدا يشتغل اكتر. وطبعا احنا كلنا بنشجع التصنيع المحلي اللي هو طبعًا. المصري 100% خصوصا الفتره دي. خصوصا الفتره مزبوط. دي فالحمد لله بدانا نشتغل وبدانا ننتشر في خلال الفتره دي الحمد لله. يعني مصري 100% بايد شيفات مصريين، فكر شاب مصري طموح ما شاء الله عليك. طيب خليني اقول لك انت عندك اكتر من 25 نوع صوص. انا عندي يعتبر دلوقتي 16 وان شاء الله بعد كده في بلان يعني باذن الله بعد شهرين هنبدا نزود يعني لغايه 25 و30 باذن الله. ما شاء الله عليك يا احمد. دلوقتي انت عندك قلت لي 16 نوع صوص. تمام. انت اللي عاملهم. تمام. ممكن تقول لي استخداماتهم لان انا عايزه اتطرق معاك في تفاصيل كتيره كده نفعتني في المطبخ بصراحه كان. واحنا عندنا صوصات للباستا زي البيستو والبيستو بالطماطم المجففه كذا نوع كذا نوع. وعندنا صوصات للبطاطس والبرجر وعندنا صوصات للمشويات وعندنا صوصات للحمه، يعني تشكيله بيحتاجها كل مطبخ بيستخدمه يعني. وحتى كمان برضو بنوردهم للمطاعم، يعني في مطاعم بتطلب مننا الصوصات دي فبنقدر نستخدمها يعني من خلال. يعني انت مش بس برضو مطاعم، يعني في برضو ستات بيوت تقدر تعمل منك طبعا. اوردر. احنا بنخاطب الجمله افراد يعني بنخاطب المستهلك يعني طبعا. أيوة. وده هدفنا طبعا اللي احنا نخاطب المستهلك علشان بنحقق المعادله اللي هي تكلفه قليله وكواليتي عالي جدا وكميه اكبر. فده طبعا اللي ما بيلاقوش المستهلك في اي مطعم او اي حاجه طبعا بيلاقي كوست عالي جدا جدا وبيلاقي برضو كميه قليله. فاحنا بنحاول نظبط المعادله دي مع المستهلك. اوكي. بكوست قليل وكميه اكبر وكواليتي عالي جدا اكنه بياكل في المطعم بالظبط. برافو عليك يا احمد. طيب احنا عندنا دلوقتي في صوص كده اللي هو التيستي. تمام. بيك تيستي. بيك تيستي صح. ده صوص للبرجر وصوص للبطاطس، يعني ليه كذا استخدام برضه. طيب انت عارف بقى ان عن تجربه البيك تيستي ده يعني بديل لحاجه تانية مقاطعه ومميز جدا في الطعم بتاعه ويكاد يكون شبيه بيه. تمام. يعني هو نفس التيست اللي هو بتاع الحاجه التانيه دي اللي هو البرجر، نوع البرجر اللي احنا بنطلبه من براند معروفه. تمام. تمام. فده كانت برضه حاجه كويسه قوي. طيب طريقه تخزينك للايه؟ للصوصات بتاعتك. ده فروزن. أيوة. علشان ده منتج اورجانيك 100% فلازم يحفظ فروزن.
وصلاحية بتاعته 9 شهور. عشان كده انت عامل مش حاططهم في علب، انت حاططهم في حاجات بالظبط اكياس فاكيوم. اه بيحفظ درجة الحرارة في بيحفظ في الفروزة. جميل جدا جدا يا احمد. طيب خليني اقول ان ده استهلاك سريع جدا، يعني انا مثلا كست بيت داخله المطبخ هقوم جايه مطلعه الصوص بتاعي، مطلعه الصوص في خلال مثلا 10 دقائق بتكوني عملت الطبق بتاعك فعليا. يعني صحيح، يعني ده يعتبر في خلال 30 ثانيه في 30 ثانيه في الميكرويف بتفك التجميد بتاعه وبتبداي على طول تحطيه على نار هاديه اوكي، وتستخدميه على طول في المكرونه في البصل ده بتاعتك. الصوص العادي اللي بنستخدمه في المكرونه والصلصه. تمام. طب لو انا بقى عايز اخد تتبيله من تتبيله المشويات بعمل فيها ايه؟ تتبيله يعتبر المشويات اللي هو ديمي جلاس. أيوة. ديمي جلاس بالفلفل الاسود ده صوص بيتحط ده في الاخر على اللحم، ده بيتحط على طول. اه وفي صوص للبافلو، بافلو صوص ده برضو للمشويات والفراخ والاجنحه والكفته وكده يعني. جميل جدا. برضو بنسخنه وبيتحط ولا بنسيبه يفك؟ اه كل حاجة يعني يقدم على الساخن ما عدا سيزر سلط، ده يعتبر بيتحط على السلط، ده يقدم بارد اللي هي سيزر سلط. اه والبيك تيستي والهاني ماستر، التلات صوصات دول بيقدموا على البارد، لكن الباقي كله بيتسخن. برافو عليك، انواع مختلفة واشكال مختلفة وطريقة جديدة جدا للصوصات في المطبخ. كمان انا شايفة في صوص كده فيه مشروم. اه طبعا المشروم ده فريش، ده يعتبر فيه اتنين بالمشروم، الالفريدو بالمشروم والديمي جلاس بالمشروم، الاتنين ينفعوا للباستا عادي. والشوربه الطماطم بالكريمه. لا بتاع المشروم ينفع في الشوربه وينفع الالفريدو بالمشروم ينفع للشوربه. اه أيوة. بس انا بقول لحضرتك الطبق اللي ينفع للشوربه. اوكي، بالنسبه للالفريدو بالمشروم ينفع للشوربه، والبيستو برضو الكريمي بيستو ينفع للشوربه، والطماطم بالكريمه برضو ينفع للشوربه. يعني المنتجات دي تعمل لي سفرة في رمضان يا أحمد. طبعا في ربع طوال شهر رمضان بأكلات مختلفة جدا متنوعة. يعني ممكن أدخل مطبخ كده نص ساعة وأعزم عيلتي فيها؟ أقل من نص ساعة. خلاص هنشوف. إن شاء الله. جميل قوي يا أحمد. وأي أوردر بيطلب منك يا أحمد بياخد وقت ولا سريع؟ هو على طول بيبقى تاني يوم، لكن لو مثلا يعني ممكن يطول من يومين لثلاثة ماكسيموم. طيب احمد انت متخيل مثلا الاستيب اللي جاي لمشروعك دي ممكن تكون عامله ازاي؟ الايه؟ الاستيب الخطوه الجايه للمشروع بتاعك. ان شاء الله باذن الله احنا ناويين يعني نغطي المحافظات، علشان احنا مغطيين الفتره دي القاهره والجيزه. القاهره والجيزه. فبدانا ندي للموزعين بس محافظات معينه. بس انا نفسي طبعا ان انا كل الناس تستفيد منه وكل المحافظات تستفيد منه يعني يعتبر. فان شاء الله الفترة الجاية هنشتغل على الموزعين في المحافظات علشان يقدر يوصل لأي بيت مصري. جميل جدا. احمد انت كنت قلت لي برضو على حاجة انت عايز تعملها الفترة الجاية مع الناس اللي حابة ان هي تبدأ مشروع اكل طبعًا. من البيت. طبعًا. انت بتقدم عرض ليهم طبعًا. انهم يستخدموا الصوصات ده، ممكن تقولي على الاوفر من بتاعك؟ من خلال حضرتك باذن الله اي حد فاتح بيج واي حد عايز يشتغل اونلاين نقدر نساعده، نديله الصوصات دي باسعار كويسه جدا ونعمل عليها بونص وجمله، يعني اسعار جمله يقدر يستفيد من خلالها. ما شاء الله عليك يا احمد انت يعني والله. وبالمناسبه معلش برضو يعني عشان خاطر حضرتك برضو موجوده، بمناسبه شهر رمضان ان شاء الله هنعمل عرض في خلال شهر رمضان كله، خصم 5% والشحن مجانا القاهره والجيزه. ما شاء الله ده عرض رمضان على اي صوص خلال شهر رمضان باذن خلاص الله. يعني يلحقوا احنا النهارده اهو يلحقوا يطلبوا الاوردر يتخزن لرمضان بإذن لاخر رمضان الله. باذن الله. طب ما عندكش حاجه بعد رمضان؟ ايه الطمع ده؟ طبعا احنا دايما بنعمل عروض علشان طبعا كل الناس تستفيد، حتى لو برضو يعني ما حدش برضو قادر على شراء المنتج ده عادي ما فيش مشكله، بنعمل خصم وعروض علشان كله يستفيد من خلال المنتج ده. احنا هدفنا اصلا ان احنا نقدم حاجه ليها فاليو عاليه جدا جدا باين جدا، وكمان المستهلك يستفيد من خلال المنتج وبياكل حاجه فريش طبيعيه. صحيح. انا هحاول يعني باذن الفتره الجايه هحاول ابعد عن الفاست فود علشان كميه الاضرار والامراض طبعا. صحيح. فمن خلال المنتج ده باذن الله وفي مزيد من منتجات تانية باذن الله قدام هنحاول نبعد الناس عن الفاست فود ذات نفسه، وان شاء الله باذن الله يستفيدوا بمنتج اورجانيك 100% وان شاء الله يعني هننوع تشكيله كويسه يعني من خلال حضرتك. يا احمد بحييك وبشكرك على المجهود الجبار اللي انت عامله في البراند بتاعتك، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا. انت شاب طموح مجتهد عامل منتج
رائع 100% مصري، كواليتي عالية، أورجانيك كله، ما شاء الله عليك. بتمنى لك التوفيق يا أحمد، نورتني في برنامج سر الحكاية. ربنا يخليك. أحب طبعا أشكر حضرتك على دعمك لينا يعني جامد جدا. ربنا يخليك. وأحب أشكر يعني بالمناسبة والد والدتي سبورت ليا جامد جدا. ربنا يخليهم لك يا أحمد. اللي معايا طبعا أنا أتشرف بيهم، اللي أنا واحد منهم يعني، ده أساس نجاحي يعني طبعا. ربنا يخليهم لك يعني. هم التيم اللي معاك أكيد ليهم الشرف إن أنت موجود معاهم، لأنك طبعًا إنسان خلوق، قلبك كويس جدا ما شاء الله عليك. فدايما كرم ربنا هيكون حليفك لاجتهادك وإخلاصك في شغلك وكمان إحساسك بالآخرين بإذن الله. ميرسي أحمد، نورتني. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، نموذج ناجح لشاب طموح مجتهد، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، أتمنى يا رب المنتجات بتاعته تعجبكم. الأرقام ظهرت عندكم على الشاشة، تقدروا تتواصلوا معاه في أي وقت وتستغلوا فرصة العروض. مشاهدينا الكرام، هطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني، انتظروني. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الحلوين، في اول وصفه من وصفات سحور رمضان مع شيف نسرين سناده. صباح الخير يا شيف نسرين. صباح الفل يا كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه حبيبتي، تعود عليكي الايام بالخير يا رب والبركه. وعليكي يا رب، رمضان كريم على الجميع. الله اكرم. شيف نسرين، حضرتك وعدتينا بوصفات سحور، بس اول مره اشوف مكرونه في السحور. بصي هي خفيفه قوي، ان احنا عاملينها بالزبادي مش تقيله يعني. ده سحور ماشي زبادي ده سحور. لا ما انا قلت لك هعمل لك سحور مختلف شويه يعني. اوكي بس هي خفيفه برضو، ما تقلقيش، احنا هنستعمل البواقي من الفطار والحاجات دي عشان نمشي الدنيا. احنا مفرومه بقيت بقى المكرونات بتاعت اول يوم. اه الناس كتير بتعمل عصاج وتحطه في الفريزر، فاحنا هناخد شويه يعني. احنا ممكن ما نستعملش الكميه دي كلها على حسب عدد افراد الاسره يعني. فاحنا بصي بقى يا ستي، مقاديرنا احنا عندنا مكرونه مسلوقه، زبادي. احنا الزبادي بتستعمليها، هي بتاخد كميه كبيره. لو هتعملي مثلا كيس مكرونه، لو هنعمل كيلو مثلا شيف نسرين، كيلو يبقى كيلو زبادي، يبقى كيلو زبادي يعني المقدار كده بالظبط يعني. واللحمه المفرومه طبعا دي على حسب يعني، هنا انا عامله نص كيلو بس احنا ممكن ما نستخدموش كله. اوكي. وطحينه ملح وفلفل وتوم وليمون، وده عيش انا قلياه عشان نزود بيه يعني. عشان نكون صريحه معاكي يعني. وطبعا ده شويه بقدونس للتزبيق يعني. لا خفيفه خفيفه، متاكده؟ بصي يا اميره والله هي انت احنا اتفقنا احنا بنعمل حاجات خفيفه بس عشان تبقي شبعانه مش عايزه تقضي اليوم طويل، وانت قلتي لي المره اللي فاتت الجو ساقعه يعني. ايوه بس ابتدى يحرر شويه. بس والله بيقولوا دي موجه وربنا يستر يعني، فخلينا احنا كده. بصي احنا اول حاجه هنعمل ايه، انا هحط اللحمه المفرومه بس عشان تدفى يعني. طب شيف نسرين، وحضرتك حاطه مكسرات مع اللحمه المفرومه؟ لا انا بس حمرت شويه توم زياده علشان بيدي طعم حلو في العصاج في الوصفه دي. التوم يعني. بس يعني مش اكتر. في ناس بتحط طماطم وفلفل على اللحمه المفرومه وهي بتتعصب، وجزر تقيله قوي. بصي على حسب انت هتعمليها في ايه يعني. لو مثلا في اللازانيا لا بتحطي عليها طماطم وبتحطي عليها جزر، اللازانيا بتحتاج على حسب يعني الوصفات يعني. بالظبط يعني. فاحنا اول حاجه بس انا هفضي اللحمه، تسخن. تسخن بس شويه يعني، انا محضرها من الاول عشان وقتنا يعني. فبصي احنا ممكن ما نستخدمهاش اهو شويه منها يعني، على حسب عدد افراد الاسره يعني. لو العدد ما شاء الله يبقى خلينا العدد ما شاء الله ده اللي هو كام مثلا شيف نسرين؟ يعني بصي يعني خمس افراد ست افراد ربنا يبارك يعني. احنا بصي لحد ما دي تدفى شويه هنعمل الصوص اللي احنا هنقلب بيه المكرونه. ماشي. بنعمله على البارد؟ هي كلها على البارد. ايوه هي مش سخنه، عشان كده انا سالقه المكرونه من شويه. ان هي لازم تبقى بارده. بارده برده. بصي بقى يا ستي، احنا هنحط توم. التوم طبعا دي حاجه إيه؟ ترجع لك على لو بتحبي نكهه التوم زودي. اوكي تمام. طب التوم مع الصيام ده تمام؟ هي بصي التوم يعني ما بيعملش حاجه خالص. أوكي. بدل كمان في زبادي يعني. أوكي. بس وبعدين انت مش هتتسحري وتنامي يعني، ادي نفسك هدنه شويه. هننزل بقى طحينه. احنا الطحينه دي برده لو انت بتحبي طعم الطحينه في أيوة الزبادي جداً بقى. نزود بقى يعني. بس احنا بصي احنا بنعمل وندوق. ماشي على حسب احنا عايزين ايه، تقيل خفيف كده. بالظبط كده. احنا هنخليها بس معانا. الملح طبعا انا بحط، انا بستعمل ايدي عشان بحس كده بالسنس اكتر يعني. اوكي. وفلفل اسود، لا خلينا اي فلفل عشان شيف نسرين. في ملح اللي هو اسمه ملح جاوة. عارفاه اللي هو الملح الخشن يعني تقصدي ولا ايه؟ لا يقولك الملح الصيني.
عارفاه بيبقى رفيع كده. ده بيدي تيست بجد مختلف في الاكل. وفي الملح الخشن ده برضو بيدي تيست ثاني خالص في الاكل. طب يعني السخري ده اللي هو لونه على روز كده شويه. ايوه ده ده تمام، ده في البيوت ده. ده طعمه حلو جدا يعني. جدا مختلف. هنا حطينا ليمون وكميه منه قليله برضو بتملح كويس جدا كتير. يعني عشان كده انت بتستعمليه قليل بحرص اصلا. يعني مش زي الملح بتاعنا ده العادي. بصي بقى احنا نقلب الصوص كده. اوكي. هي بصي السحور سريع قوي قوي يعني. قوي سحور يعني، ده اسرع من طبق الفول. شفتي؟ لا بس عارفه شيف نسرين لما حضرتك قلتي لي انك هتعملي وصفات سحور، فبعدين كل ما حد يكلمني من اعداد اقول له شيف نسرين هتعمل وصفات سحور، دي حاجات سهله وهنخلص بسرعه ومش عارف ايه فول، ومش معتقده ان احنا هنبدع في الفول. الفول بصي الفول مش سهل خالص يعني. ما هنيجي نعمل وصفه الفول انت ما بتشوفي هو ده فول يعني اللي هنحطه ده كله. أوكي. عليه ده شيف نسرين بقى اما تبدا. ايوه شفتي بقى سمكها اتغير برضو شويه. بتتقل شويه يعني، الطحينه بتغير على طول يعني. والصوص ده يعني مش قادره اوصف لك بقى ده طعمه حلو قد ايه يعني. وتبقى حاطه الزبادي في هي ممكن ما ياكلوش زبادي اصلا كمان في وقت. لا خلاص بقى هي تمام الدنيا تمام. انت كده خدتي كله في نفس الطبق يعني اللي بيحلموا بيه. ايوه احنا اتفقنا بقى يا اميره يعني. بصي هي اللحمه سخنت شويه، وزي ما انا انت عارفه انا بشوح اللحمه الاول وبعدين احط البصل. أوكي. مش بحط ايوه اول مره اتخضيت او نسيت البصل. ايوه فكرها ازاي طيب انا بحط البصل بعدين. يا فاكره اليوم ده جدا جدا. أيوة. جدا ده كان اول مره مع بعض. ايوه وكانوا قاعدوا يقولوا لي في الاير بيس نسيت البصل نسيت. لا. فاكره اليوم ده. ده في كمان وصفات من اللحمه يعني بعد ما بتخلصي ببقى مكرمله بصلايه لوحدها. ايوه بحطها عليها دي بقى بتخليها. أيوة. حلوه قوي يعني. فبصي كل واحده ليها طابع خاص في المطبخ بالظبط، وبتطلع كل يعني انت بتاكلي كل وصفه عند حد يعني بتلاقي لها طعم صح. مميز مهما اديتيني نفس المقادير بتاعتها. لا بصمتك لازم هتحطيها طبعا. يعني لو بعمل مكرونه زي دي بتخيل نفسي يعني وبقول لهم هعمل لكم سحور خفيف وبعمل مكرونه ممكن احط عليها مكسرات عين جمل. هي صنوبر. هي بيتحط عليها صنوبر. شفتي بقى؟ ايوه بس انا النهارده الطباخه عندي اشتغل على طول عندي والله مبسوطه. لا فهي بيتحط عليها صنوبر بس يعني عشان احنا عارفين ال طبعا. فخلينا نعمل حاجه تانية مختلفه شويه. نحط سوداني مش هيمشي هنا يا اميره يعني هنمشيها عيش. خلاص يا جماعه مشيها لحمه مفرومه يعني احنا هنحط لحمه مفرومه وصوص. استغفر الله العظيم يا رب. فيعني خلينا اميره كده شويه. احنا بس هجيب الطبق اللي هشتغل فيه على طول عشان ما نضيعش. احنا عايزين نعمل فعلا الوصفات الاقتصاديه اللي ترمي معانا كتير. أيوة. ما شاء الله يعني الطبق مبشر. زي ما قلت لنا النهارده لو العيله بسم الله ما شاء الله. هي فعلا بسم الله ما شاء الله ياخد العيله كلها وعيله العيله. ايوه ما احنا عايزين على قد ما نقدر يا اميره. مش هقول لك يعني والله استحي اقول لك نقدم جنبها ايه بس كده تمام. لا خلاص مفيش حاجه جنبها. هي على فكره هي تنفع في الفطار كمان بس احنا يعني بصي اعمليها على الفطار والباقي الليفت اوفر منها اتسحري بيه يا اميره عشان كده نبقى وفرنا صح يعني. صح يعني اهو 2 in 1 خلاص. عايزه ايه تاني؟ وهي المكرونه لازم تبقى ساقعه علشان ما ينفعش تحطي مكرونه دافيه مع الزبادي. المهم ان في مكرونه الحمد لله. خلاص جميل جدا جدا. احنا بقى يا ستي هننزل الصوص ده فوق المكرونه. انا هنزل بقى وانتي ساعديني اعمل ايه بقى. قلبيها. الله الله عليا احلى فقره. وحشني التقليب والله. ممكن نقدمها زي الفته ولا لا؟ هي بصي هي شبه الفته يعني. ريحه الزبادي طالعه. زبادي وطحينه.
زبادي وطحينه. ايوه والثوم والليمون وكل حاجه. فالليمون لسه ما اتحطش. حطينا الليمون على الصوص بجد احنا بنعمله. اوكي معلش تقريبا كنت سرحانه. بصي احنا ممكن نخلينا كرمة شوية النهاردة ونحط بقية اللحمة علشان الطبق بتاعنا كبير. معلش يا أميرة استحمليني شوية. يا شيف نسرين على الكرم. معلش استحمليني شوية. أنا قلت هتاخديهم معاكي تحطيهم في الفريزر تاني. مأمنة على بقية المفروض. بس شايفين يا جماعة التقليب هو ده البصمه يا اميره. انت بتحطي التاتش بتاعك في الاخر يعني. والله يا شيف نسرين، انت عارفه يا شيف نسرين ان انا بقيت شاطره جدا في المطبخ من كتر ما انا باخد وصفات منك. ربنا يخليك. والله انت شاطره يا اميره يعني حبيبتي. لا بس ممكن بس الاسباتشولا بليز يعني. عايزه الاسباتشولا. عايزه بس الاسباتشولا تاني عشان اتفضلي. احنا مش معانا واحده تانيه؟ بتهيألي خلاص. بدل ما نستخدم اللي هي التانية بقى المستعملة فافتكرت ان احنا عندنا واحدة تانية. ايوه لونها لذيذ دي، بحب الوانهم قوي السبيشال او بصراحة يعني. طيب شيف نسرين هل بقى ما حد ياخد عصاير بالليل على السحور دي حاجة كويسة في الصيام؟ بصي انت قبل ما العصاير يعني انا بفضلها بعد الفطار كده، وبعدين انا اصلا ما بحبش العصاير قوي عشان السكر كتير، ان كوباية العصير كلها سكر يعني. ايوه فانت على قد ما تقدري اشربي حاجات صحية يعني. طب عارفة يا شيف نسرين في ناس عندها معتقد ان احنا لما نكتر السكر في العصير اوكي ده علشان بنبقى صايمين طول النهار فضغطنا ومش عارفه بيكون ماله. لا والله هي التمر كفايه. والله شيف نسرين انا مره كنت معزومه، ذكريات بقى ذكريات الصيام وفضفضه. ايوه مره كنت معزومه واول تخيلي ما تشربي اول كوبايه عصير ويجي لك كده هاجس كده، انت شربتي مربى. ايوه بالظبط اللي هو ايه ده اتلخبطوا حطوا مربى مكان عصير. من كتر صدمة. السكر من كتر دي السكر دي صدمه بقى في دماغي ايرور كده. وتخيلي ما تكوني عطشانه وتلاقي سكريات بالظبط خلاص يعني. لا 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 هي مش هروح عندهم تاني. لا تاني رمضان ده مش رايحه عندهم تاني. لا لا ما تروحيش يا اميره عشان تحافظي على نفسك. ايوه بيعطشوني. بصي بقى يا ستي طيب الخروب والعصاير الطبيعيه حلوه في السحور؟ هي بصي احنا على قد ما نقدر في السحور خليها ميه ميه وخلاص. خلاص ميه ميه احسن. انت اشربي توفير. احنا مش بنقول على التوفير يا اميره دلوقتي، احنا بنتكلم على لا بجد احنا بنعمل بنحاول نلم الدنيا مع الناس. بصي هي احنا دلوقتي خليكي قبل النوم على طول بتفضلي الميه أكيد. الحاجات دي ودي كمان الوصفه دي ما تاكليهاش وتنامي برضو يعني. أكيد. لا خلاص مش هناكلها وننام. يعني شويه كده اوكي. بصي اي سحور يا اميره ما تاكليهوش او تنامي على طول. نتسحر الساعه 12 بالليل حلو. وهي انت كده كده لازم هتنامي بدري علشان في شغل يعني. ايوه الناس اللي عندها شغل والناس السهرانه مثلا يوقفوا اكل مثلا الساعه كام؟ يعني 3 قبل الفجر بساعتين. يعني على قد ما يقدروا يعني عشان ما يتعبوش الصبح. بالظبط بالظبط. والناس بقول لك بتصحى بدري بتروح اشغالها وكده فما يبقاش هو اصلا بيبقى صاحي متقدر يعني، فعشان ما يبقاش كمان عطشان ولا. بنحط بقى اللحمه المفرومه على الوش كده. ايوه بس حلوه جدا. نسوي بس أوبس. هو بالنسبه لي ده طبق جديد على فكره وغريب. ايوه ما هو ده عشان ده انا اتعلمته برضو من واحده معايا هناك يعني. يعني دي اكله بلد معين؟ دي سوريه. دي اكله سوريه. سوريه؟ هم اللي فعلا اللي بيحبوا الزبادي أيوة والحاجات دي. ايوه ايوه وبيعملوا كمان كوسه بالزبادي بس دي بقى الكوسه بتتسوى على النار. ايوه زي كوسه البشاميل كده بس يحطوا زبادي مكان البشاميل. بالظبط. والكبيبه كمان برضو بيسووها في نوع منها بيسووها اللي هي اسمها المشويه؟ لا المشويه دي على الجريل. اوكي. لكن اللي هي بالزبادي دي بيصغروا. اسمها كبه نيه؟ لا مش نيه. الكبه النيه دي بتبقى فعلا نيه اللحمه نيه يعني. طب ليه بناكلها نيه؟ هم هناك دي بس مشهورين بيها في لبنان. دي بيطحنوها جامد قوي لحد ما تنعم خالص وبياكلوها يا مع خبر يا خبر يا خبر. انا اول مره اسمع المعلومه دي. تصدقي لا لا صعب قوي. خلاص اخواتي السوريين ليه كده بس؟ الكبه النيه الفلسطينيين. الفلسطينيين تمام. خلاص انا اسفه سوريين. السوريين بقى اي حاجه هم حتى بيقولوا على الزبادي لبن
يقول لك لبن رايب مثلا، لبن هو بيقولوا الزبادي لبن بيسموه كده يعني. فاحنا طبعا احنا بنضحك على اللي في البيت، بدل ما نحط صنوبر نحط بديل الصنوبر مع شيف نسرين عيش مقلي ومقطعه رفيع، هو صنوبر بس يعني والله إيه؟ بصي هو طعمه تحفه اصلا يعني زياده بعد غلاء الاسعار. توفير يا اميره نوع من الانواع. بصي انا حاسه ان بصي خلاص لا بصي مش هنقول توفير، احنا بنقول بنعمل حاجه جديده مش جدا كده حاجه خلاص. جديده وصحيه. شيف نسرين هتودينا هسيبك وسافر. ماشيه سايبه البلد اصلا هنا فيها. هسيبك وسافر. سايباني لوحدي. مش انا ده هي. حتى راجعوا الفيديو هي اللي قالت. طبعا بقى نحط رشه بقدونس كده. تلاقيش يا اميره انا واقفه في ظهرك. وساعتها هاجي اقول لك ما اعرفكيش. والله طبق شكله جميل ويفتح النفس ويجوع اكتر، يعني يجوع اكتر في الصيف ايه في رمضان سوري. كده الطبق بتاعنا ده خلص كده يشوف نسرين. والله شطاره اسرع من كده مفيش يعني. لا جميل بجد وشكله لذيذ وخفيف كده مش عارفه اقول لك ايه. ما انا قلت لك هعمل لك وصفات سريعه وخفيفه، عايزه ايه تاني؟ شكرا لشيف نسرين، شكرا لحضرتك. واللي نفسك فيه يا اميره اللي على بالك قولي لي عليه وانا اعمله لك المره الجايه. خلاص احنا نشوف راي المشاهدين عايزين ايه خلاص. ونشوف الوصفات بتاعتنا عايزين سحور فول ولا عايزين سحور شيف نسرين. لا احنا بصي عشان نبقى متفقين احنا هنعمل فول ان شاء أكيد. الله اكيد اكيد انا عامله حسابي بس كده. هنعمل بقى فول بقى بطريقه تانية خلص. خلاص خليها بقى سر. طيب شكرا ليكي شيف نسرين، بشكرك على وجودك معانا دايما. ربنا يخليكي ويا رب دايما تكون ايامك سعيده وفرح وهنا وضحك زي ما ضحكتينا كتير النهارده. ربنا يخليك يا ميرسي يا شيف نسرين. حبيبتي ميرسي ليك يا رب. مشاهدينا الكرام بشكركم جدا على حسن مشاهدتكم معانا، يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. استنونا في حلقات جايه كتير وصفات احلى مع شيف نسرين سناده. الى اللقاء.